السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله بنسوي لكم سندويش جبن. نمسحها بالزبدة الدايبة، جبن مبشور، استخدمت جبن فالكون، سان درايد توميتو أو الطماطم المجفف، بصل أخضر يعطي طعم حلو لا تخافون، جبن سلايس أنا استخدمت هذه النوع أو أي نوع موجود عندكم، الطرف اللي مسحناه بالزبدة نخليه فوق، وعلى التوستر أو الشواية ما شاء الله ريحة التوست. شوفوا شلون الجبن ذاب. حياكم، وجبة خفيفة وسهلة حق الفطور أو حق العشاء. أنتظر تعليقاتكم. شكرا لمتابعتكم ومع السلامة.